جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الأمة العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات